حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الله الأحمد، عضو المركز الإعلامي الأراكاني. أستاذ عبد الله، ما سبب هذه الهجمة العنيفة مؤخرا على مسلمي الروهينجيا؟ أهلا بك أستاذ الكريم وأهلا بالمشاهدين الكرام. سبب هذه الأزمة الأخيرة التي اندلعت في 9 أكتوبر أن عددا مثل ما ذكرت وسائل الإعلام المياندمارية أن عددا من المسلحين هاجموا مقرات الشرطة في مدينة مندوع الواقعة شمال ولاية أراكان. فقوات الجيش شنت حملة عسكرية ضد السكان المدنيين المسلمين بحثا عن هؤلاء المسلحين، لكن هذه الحملة شنت على المدنيين فقط وليس على المسلحين، وكل الضحايا هم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ والربع وغيرهم. وتوالت الأحداث بعد ذلك وتسارعت بشكل كبير حتى تم إحراق القرى وتم إرسال مروحيات قصفت بها الأحياء والقرى الروهنجية الموجودة في مدينة مندوع وما جاورها، وتم اعتقال الكثير من المسلمين والشيوخ والشباب، إضافة إلى أنهم هجروا مئات الآلاف من المسلمين الذين خرجوا من مدينة مندوع وذهبوا إلى خارج المدينة، لأن البعض وصل إلى بنغلاديش وبعضهم سقط في النهر الموجود الفاصل بين ولاية أراكان وبنغلاديش ومات فيها. وبالإشارة إلى هذا الخبر، اليوم هناك خبر رصدناه من وكالة أنباء أراكان أن هناك 8 من الروهنجيا الفارين من ولاية أراكان غرقوا في النهر الموجود الفاصل بين ولاية أراكان وبنغلاديش قبالة السواحل البنغلاديشية، ووجدوا غرقى على الشاطئ تم إنقاذهم من قبل السلطات البنغلاديشية. المأساة ازدادت بشكل كبير، وخلال الأيام الأخيرة وجد السكان المحليون هناك جثث محروقة بشكل كامل تم إحراقها في منازلهم، يعني هناك نساء وأطفال ورجال تم إحراقهم. نعم. وهم أحياء ووجدت جثثهم، ولدينا صور ولدينا مقاطع فيديو تثبت ذلك، بينما ميانمار تنفي أنها هي التي أحرقت القرى وألقت بالتهمة إلى المسلمين أنفسهم. وهنا يعني سؤال يتبادر إلى الذهن، هل ممكن أن يحرق رجل طفله وبيته من أجل أن يتهم الحكومة؟ هذا لا يعقل ولا يوجد في أي عاقل يقول بهذا القول. نعم الأستاذ عبد الله الأحمد، عضو المركز الإعلامي الأراكاني، شكرا جزيلا لك.